فيلم The Journey Home. تبدأ قصة الفيلم ويا ولد اسمه هولوك، وهو ويا أخته اللي اسمها أبي وأمهم اللي اسمها مونيكا. وأمهم تشتغل باحثة، وبسبب شغلها هي ما ترجع لبيتها يوميا، ويكون شغلها كله قرب الشواطئ والثلوج. ونشوف إنه مونيكا وعائلتها اشتروا بيت بمنطقة كلها ثلوج وجليد، وبعد لحظات أمهم تروح للشغل، وهي تقول لهم إنه هي راح تغيب أيام عن البيت، فتطلب من بنتها أبي إنه تدير بالها على هولوك وما تخليه يطلع هواية. وبيوم من الأيام هولوك كان يدرب بغرفته على الكاراتيه او حركات الدفاع عن النفس، لكن فجأة الكلب مالته يقوم ينبح بشكل هستيري، فهولوك عرف انه اكو شيء، فيروح على مود يشوف شكو. ولما طلع خارج البيت شاف دب قطب كبير كلش، وهو طالع من المستودع مال جيرانهم، وهولوك خاف كلش وما عرف شنو يسوي بسبب الصدمه. فبعدها يجون مجموعه من الشرطه، وكان وياهم مسدس يخدرون بيه الحيوانات، فضربوا ابره مخدر على الدب، والدب اغمى عليه ووقع، واجوا يتقربوا ويمه وشالوه. فيجي واحد من الشرطه يم هولوك ويقول له هذا الدب شرس جدا وخطير، وحاول لا تتقرب يمه، ويقول له لو احنا ما شفناه كان شكل خطر كبير على المدينة كلها. ولما راحوا الشرطة هولوك قرر يرجع للبيت، بس للمرة الثانية يسمع صوت غريب بالمستودع، فأخذ ضوء وراح على مود يعرف شنو مصدر هذا الصوت. ولما يوصل يشوف دب صغير ويبين انه هو جوعان كل شهواية، وعرف انه الدب اللي ضربوه مخدر واخذوه هو كان يدور اكل لابنه، لان هو ما لقى اكل بالجليد. فهولوك انقهر عليه كل شهواية واخذه للبيت بدون ما اخته تعرف، وبدأ ينطيه اكل هواية لان هو كان جوعان. ولانه الوقت كان كلش متأخر، هولوك ما قدر يعوف الدب الصغير لوحده خارج البيت، وهو نوم بصفه لان هو خاف عليه. ولما يجي ثاني يوم يشوف الشرطة وهي جاي تنقل الدب الكبير بالهليكوبتر على مود توديه للجهة الثانية، وهي بيئته اللي هو معتاد عليها. ولما هولوك سمع صوت الهليكوبتر فز من نومه على مود يشوف شنو اللي صاير، ويتفاجئ لما يشوف الهليكوبتر وهي جاي تنقل الدب الكبير للجهة الثانية من المدينة. وبهاي الأثناء الأم تسمع صوت هوسة عالية من غرفة هولوك، فصعدت على مود تشوف شنو هاي الهوسة، وللأسف تتفاجئ بوجود الدب الصغير اللي موجود يم ابنها، وهي خافت كل شهواية لأن هذا الشيء شكل خطر على كل المدينة، وقالت له إنه لازم نودي الدب لبيئته الطبيعية لأنه ما راح يقدر يعيش ويتأقلم هنا. لكن هولوك اضطر إنه يودي الدب لعمه، وقال له أنا أريد من عندك مساعدة، فعمه وافق على المساعدة. وهنا هولوك بدأ يحكي لعمه وقال له على كل شيء صار وياه، وقال له أنا أريد أرجع الدب لأمه اللي نقلتها الهليكوبتر. ولما خلص كلام هولوك كان متوقع إنه عمه يساعده، بس للأسف عمه حكى غير شكل، وقال له هذا الشيء خطر كلش على حياتنا، وأنا ما أقدر أخاطر بحياتي على مدب صغير. وقال له أنا أقدر أساعدك بشغلة واحدة، وهي إنه أخلي الدب يم الكلاب والحيوانات الأليفة. بس هولوك يتعصب عليه وخاب ظنه بيه، لأن هو عباله راح يساعده ويخلي الدب يمه بسبب إنه أمه جبرته يرجع الدب، ولأنه هو ما كان عنده حل ثاني إجى على عمه، وبعدها يعوفه ويروح. ولما يجي يوم جديد نشوف هولوك هو راكب دراجة، أو نعرف إنه هو قرر يرجع الدب يم أمه بدون مساعدة أحد. وبهاي الأثناء أبي أخت هولوك رجعت من الجامعة وبقت تدور على أخوها، لكن ما لقته، وعرفت إنه هو ما موجود بالبيت. ولما تيجي أمها للبيت تعرف إنه هولوك ما موجود وما رجع للبيت من الصبح، وأبي تحاول تهدي أمها وتقول لها يمكن يم صديقة، بس أمها تقول لها لا هو راح لعمها على مود يساعده ويخلي الدب يمه. فتقرر أبي تروح لعمها، ولما وصلته تقول له وين هولوك، فيقول لها أنا ما شفت هولوك، وقال لها إنه هو جاب لي الدب حتى يخليه يمي لكن أنا رفضت، والدب ما موجود يمي واحتمال كلش كبير إنه هو أخذه وراح. وأبي لما عرفت خافت كل شهواية على أخوها، بس عمها يقول لها لا تخافين وأنا راح أروح بنفسي وأدور عليه وألقاه. أما حاليا فنرجع لهولوك وهو دا يمشي بالدراجة، وهو حاير لأن ما يعرف وين يروح لأي منطقة، لأن المنطقة كلها ثلوج. وبقى يمشي لحد ما يقع بحفرة بها مي، والحسن الحظ قدر يطلع قبل ما يموت من البرد، وبقى قاعد على الصخور حتى جسمه ياخذ حرارة شوية. ولما راح عمه يدور عليه شاف آثار دراجته، فبقى يتبعه لحد ما يشوفه. فهنا عمه أخذه على مود يوديه لأقرب قرية موجودة من المنطقة اللي هم بيها. ولما وصل القرية خبر أم هولوك وقال لها أنا لقيت هولوك، بس هو واقع بحفرة بيها مي أو جسمه تقريبا متثلج، وقال لها أنا لقيت قبيلة وساعدوني إنه أخليه يتشفى ويتحسن. وأمه بدأت تخاف عليه كل شهواية، وهنا القبيلة قدمت لهولوك سوب لأن كان بي سعال جدا قوي بسبب البرد. وبمرور الأيام نشوف هولوك وهو بدأ يتحسن لأنه القبيلة اهتمت بيه كل شهواية، ونعرف إنه عمه وافق إنه يكمل وياه الرحلة ويرجع الدب لبيئته الطبيعية. وبهاي الأثناء تجي بنية وتنطي هولوك عظمة الحوت، وهاي كعلامة لجلب الحظ، وبالفعل هولوك يتقبلها. أما حاليا فنرجع لأبي وأمها، وهم نشوفهم مركز الشرطة حتى يبلغون على هولوك وعمه على مود يلقوهم ويرجعوهم سالمين. وهنا نلاحظ مونيكا وهي تروح للشغل، بس هي ما مركزة على شغلها لأنه كان بالها يم ابنها، فبالآخر قررت تعوف شغلها وتدور على ابنها. وبهاي الأثناء نشوف هولوك وعمه وهم دا يمشون بالدراجة على مود يرجعون الدب للبيئة مالته، لكن هنا يشوفون عاصفة كلش قوية، وهاي العاصفة كانت ممكن إنه تكون السبب بقتلهم وتعرض حياتهم للخطر، فقرروا إن
ينصبون خيمة تحميهم لما تهدأ العاصفة، بس بسبب الظروف كان هذا الشيء صعب عليهم جدا لأن الرياح كانت قوية، وعمه كان يحاول بكل طاقته أنه يلزم الخيمة، بس بسبب الرياح العالية انرفع عمه وطار هو والخيمة، والرياح أخذت عمه المكان كلش بعيد عن مكان هالوك، وهالوك مدى يعرف شلون يوصل لعمه ومدى يعرف شلون يساعده، لكن هنا نشوف الدب وهو ياخذ هالوك وياه على مود يوديه كهف يحميه من العاصفة، بس هالوك كان كلش خايف على عمه لأنه العاصفة أخذته وهو ما لقى أي أثر إله. وثاني يوم تجي الأم وهي قلقة على ابنها وتبقى تسأل الشرطة أسئلة هواية على هالوك، لكن الشرطة تفاجئها لما تقول لها إحنا ما قدرنا نوصل لابنك لأن البارحة كانت أكو عاصفة كلش قوية واحتمال ابنك مات بيها، وإحنا ما قدرنا نحدد المكان بسبب كثافة الثلج. والأم يصير عندها قلق وخوف أكثر من الأول. بهاي الأثناء نرجع العم هالوك ونشوفه هو كان مغمى عليه، ولما قعد كان خايف كلش هواية على هالوك وبقى يصيح عليه بس ماكو أي رد. وهنا هالوك يطلع من الكهف وينصدم لما شاف نفسه على قطعة من الثلج بنص البحر وخاف كلش هواية لأن اعتقد ما راح يطلع من عدها، بس بالأخير شاف عمه هو دا يركض باتجاه الدراجة ويشغلها حتى يروح يدور عليه، لكن هالوك بقى يصيح عليه بأعلى صوته بس عمه ما سمعه بسبب صوت الدراجة، بس بآخر لحظة قدر يسمعه قبل لا ياخذ الدراجة ويروح، لكن عمه يتفاجأ ويكثر خوفه عليه لما يشوفه واقف على بحر متجمد ويقول له انه هو ما يقدر يجي بسبب المسافة اللي بيناتهم، ويقول له انا راح اروح اطلب المساعدة من المدينة واجيك، لكن هالوك كان خايف كلش هواية ورفض يروح عمه، بس بالاخير استسلم وعمه راح، لكن بمرور الساعات قل خوفه بعد ما شاف الحيوانات اللي يمه، وهو كان كلش بردان وما يعرف شلون يتدفى، وايضا ما يقدر يشعل النار حتى يتدفى، وهذا الشيء بسبب انه ماكو اغصان يمه، والسبب الثاني يخاف لا تنكسر القطعة اللي هو بيها. بعدها يوصل عمه لمركز الشرطة ويشوف ام هالوك واخته ابي، وعم هالوك يقول لهم انه بسبب العاصفة انكسرت قطعة من الجهة الاساسية، وعلى هاي القطعة هالوك واقف وهو لا يتجمد بسبب البرد لو يموت بسبب الجوع، وقال لهم انه هو محتاج مساعدة بسرعة قبل ما يموت. وهنا نرجع لهالوك ونشوف الدب وهو يدخل للكهف، وهالوك لما يشوفه يدخل للكهف يروح ويدخل وياه على امل انه جسمه يكتسب شوية حرارة. وهنا تيجي طيارة الانقاذ، لكن هي تمر من يمه وما يقدرون يحددون مكانه لان هم ما يعرفون انه اكو كهف بهذا المكان، ولما هالوك سمع صوت الطيارة طلع بسرعة من الكهف، بس للأسف الطيارة عبرت وهو يبقى يصيح بأعلى صوته بس ما حد يسمع بسبب صوت الطيارة العالي. وهنا نشوف ان الطبقة اللي كان عليها هالوك هي طبقة متحركة، وبسبب حركتها قدرت توصل هالوك للطبقة الأساسية. وهنا نشوف هالوك وهو شايل مسدس انقاذ، لكن للأسف نسى الجنطة مالته يم الكهف وهو بعد ما يقدر يرجع لها، وهو كان جوعان كلش هواية وما ماكل شيء من فترة طويلة، فلقى بيض وقرر انه ياكله ني، وهو ما كان يقدر يتقبله بس تحمل على مود يجمع طاقته مرة ثانية، وبعدها بقى يمشي. وهنا هالوك شاف اكو ناس عالقين نار وهاي النار عايفيها ورايحين، وهو قرر يروح على مود يشعل النار بمكانهم، بس استغرب لما شاف حجار على مكان النار ومن شال الحجر لقى واحد ميت، وعرف انه هاي عادات وتقاليد بعض القبائل انه يخلون الحجر على الميت ويحرقونه، وهو ما قدر يتحمل المنظر اللي شافه وبقى يستفرغ. وهسه يشوف انه عمه وامه كانوا بالطيارة وهم يدورون على ابنهم. وبهاي الاثناء لاحظ الليل بدا يطلع وهم بعد ما يقدرون يحددون المكان بسبب ظلام الليل. اما حاليا فنرجع لهالوك وهو كان خايف وبردان وجوعان بنفس الوقت، وبعدها بقى يمشي لحد ما وصل مسافة وصل بيها المكان كانوا بعمال، وهو كان يريد يطلب من عندهم المساعدة وراد يروح لهم بس ما قدر ونفذت كل طاقته بسبب البرد والجوع، فاتذكر مسدس الانقاذ اللي شايله وطلعه من جيبه وضرب الشعلة، وهو طلق الشعلة على مود العمال يشوفونه ويساعدونه. اما هسه فنرجع لامه وعمه وهم نزلوا من الطيارة لانه الليل اجى وما راح يقدرون يشوفونه، فراحوا لمركز الشرطة على مود يعرفون اي معلومة اذا وصلتهم على هالوك، لكن فجأة تجي معلومة لقسم الشرطة وعرفوا انه هاي المعلومة من حقل النفط بالمنطقة الثلجية، ويقولوا لهم انه احنا لقينا طفل ونقذناه، والعمال ينطون خبر لمركز الشرطة انه خلوا له مغذيات واسعافات اولية. بعدها يركبون الهليكوبتر ويروحون بسرعة على مود ينقذون هالوك من الخطر. ولما يجي صباح ثاني يوم نشوف هالوك وهو السعاد وعيه وجمع طاقته وقام من شربايته وراح وشاف الناس وحس انه هو بخير، لكن هو بقى يدور على الدب لان هو كان عنده هدف انه لازم يودي الدب لبيئته، فطلع من الغرفة وشاف الدب مربوط وبسرعة فتح الربط مالته وطلع من المكان وشاف قارب صغير وقرر انه يركب هذا القارب هو والدب حتى يقدر يودي الدب لبيئته الطبيعية، وبعدها خلى الشراع واعتمد على الرياح على مود توصلهم للجهة الثانية اللي الدب الكبير بيها، لكن هنا يتذكر سلسلة الحظ اللي انطته اياه لبنية، وهو اتمنى انه يوصل بسلامة ويرجع الدب لبيئته وهو يرجع لأمه ويجتمعون مرة ثانية. ولما ركب القارب وتحرك لاحظ ان القارب مزروف والمي دا يدخل من كل الجهات، وهو خاف كلش هواية ومدى يعرف شنو يسوي، والناس اللي بالمعمل شافوه وبلغوا الشرطة انه هالوك اختفى منهم، واحتمال كلش كبير انه انهزم ويا الدب لان الدب ما موجود ايضا.
أيضا، وأم هالوك خافت أكثر من كل مرة وما تعرف ابنها وين راح لأنه الأخبار انقطعت عنه. وبهاي الأثناء نشوف هالوك هو دي يحاول يتحكم بالشراح لحد ما وصل للجهة الثانية، وهي كانت حياته بخطر لأن كانت أكو أسماك قرش مفترسة بالبحر، لكن بالأخير هالوك وصل وهو كان كلش فرحان لأن وفى بوعده. وبعدها نشوف أم الدب وهي جت على ابنها الدب وبقت تطلع أصوات كنوع من الفرح والشكر. وبهاي الأثناء توصل الهليكوبتر وبيها أهل هالوك، وبالفعل أمه شافته وفرحت كلش هواية لأنه ابنها بخير، فهبطت الطيارة ومونيكا نزلت وراحت لابنها ركض وحضنته. وبالفعل قدر الطفل هالوك يرجع الدب الصغير لأهله، وهو رجع لأحضان أمه بدون أذى وعاشوا بسلام وهدوء. ولهنانة تكون نهاية الفيلم.